اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده بالفعل هي اكله كل الامهات اللي بيحبوا يعملوها، مسافرين مهاجرين في غربه، بنرجع بنحب ناكل البصاره، ملوخيه بالارانب، شويه باميه، شويه مسقعه حلوين من ايد امهاتنا. البصاره واخده الشعار المصري حتى لو اكلناها واحنا قاعدين عند سور الصين العظيم. حلو الكلام. هنعملها النهارده لحضراتكم بطريقتي، بس انا لما بعملها ببقى مرعوب. في اكلات لما بقرب منها برعب، يعني بعملها وانا شديد الحرص ان انا الاكله دي بتاعت امهاتنا، مهما اعمل فيها ومهما جود فيها مش هوصل للطعم والشكل بتاع الامهات. ربنا يديهم الصحه واللي توفاهم الله ربنا يرحمه. انا هعملها النهارده وهعمل تريكايه كده واعمل افتكاسه، اضيف لها بسطرمه، بس امتى البسطرمه تنضاف لها ونحطها عليها؟ الكلام طبعا هنشوفه مع بعض في التفاصيل. معانا النهارده شوربه مشهوره جدا في المطبخ الفرنسي والشيفيه الشطار بيعملوها. الشوربه دي لما تتعمل صح معناته الشيف ده فاهم مطبخ صح. هنعملها مع بعض النهارده وهي لها خبره طهويه شويه، ولكن انا علمت تعملها ازاي بسهوله وتبقى انت اشطر من الشيفيه كلها. اللي هي الكونسوميه دي تشكيله من الخضار اللي هو البوكيه جارنيه، بياخد لحم بقري، بياخد بياض بيض، في الاخر امتى بتتحط على الميه؟ هي التركايه كلها بتتحط في ميه بارده وتتحط على وناسه نار هاديه جدا كانك بتعملي فنجان قهوه لمده 3 4 ساعات، يعني ما بتغليش، ولو غليت فشلت منك، ولو الميه فارت تبقى الشوربه باظت، فلازم تتحط على وناسه كده كاننا بندبس فول لمده من 3 ساعات ل 4 ساعات حسب حجم الحله. معانا الحلو النهارده حلو دايت طبعا بما ان الاكل صحي النهارده. هنعمل النهارده تشكيله من الفواكه من خير ارضنا من عند الفكياني، حاجه لطيفه وجميله. هعملها النهارده بالشوفان، يعني ايه فروت سلطات بالشوفان مع عسل، زهره البرسيم اللطيف الحلو، اطفى اولى. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، وده تقدر تقدميه لاولادك الاطفال الحلوين، بيساعد على نموهم وطبعا وذكائهم وحاجه لطيفه. انا مش عايز اطول في الحلقه بتاعتي لان فيها تفاصيل كتير، والكونسوميه دي عايزه وقت ونشرح فيها حاجات كتيره قوي لانها لها خبره طهويه. فاحنا بنقدمها لحضراتكم على طبق من الماز وفضه، وان شاء الله الانتصار لينا مصر النهارده. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكبر بخاطرنا، لان احنا شعب طيب من قلبنا من جوه، وبنبان كلمتنا وقت المواقف الصعبه. وهنقول كلمتنا النهارده للعالم كله، والعالم كله هيفرح النهارده لمصر باذن الله، العالم العربي والمصريين طبعا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. هنستعرض مع بعض مشترياتنا النهارده، بسيطة وسهلة في متناول الجميع. تقدري تنزلي الشارع بتلاقي الحاجات دي موجودة، يعني مش هتجيبي تكلفي نفسك. شوية خضار من عند الفكهاني، شوية فواكه، نص كيلو من اللحم المفروم البقري، نسبة الدهون فيه من 20 ل 30%، معانا فول متشوش أو فول مجروش متشالة القشرة بتاعته، وخضار بتاعنا. والجديد هنا معانا تقريبا ربع كيلو بسطرمه، شلنا الطبقه اللي هي التغليفه بتاعتها اللي هي عباره عن حلبه مطحونه ناعمه وتوم، بنشيلها وتبقى معانا لطيفه كده عشان هعمل تركايه النهارده للبسطرمه. طيب هنبدا باول حاجه البصاره، مقاديرها على الشاشه وكلنا عارفين مقاديرها. الفول يتصدر القائمه، تقدر تعملها بالملوخيه الناشفه او بالخضار، كزبره خضراء، بصل اخضر، فلفل، كرات، ده بيتفرن في الكبه وبيتحط بعدين. هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. ومعانا التوم اساسي في الموضوع، وزيت عشان نحمر التوم ويبقى مقرمش ولطيف. تركات المغاز النعناع اليابس الناشف مع التومه عشان ما تشمش ريحه بقنا بعد ما ناكل التوم والبصاره. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، بتتعمل بالزيت ولا بالزبده يا شيف؟ بتتعمل بالزيت، عشان كده الاكله دي ممكن تبقى صيامي وتبقى لطيفه وحلوه. معانا حله على النار، شفنا المقادير نسجلها ورا بعض ونكتبها. تركات المغاز بتعمل ايه بقى؟ دايما بحب اشوح البصله مع الفول المدشوش كده على النار قبل ما بحط الميه بتاعته اللي هي الميه المغليه. معلقتين زيت كده على النار، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا نحط البصله الناعمه ونحمرها شويه. ده الدنيا كلها الحكام والدنيا النهارده باذن الله ربنا يكرمنا باذن الله ان شاء الله. اشكرك يا ست الكل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ انا عشان تبقوا فاهمين بس، البصله دي بتاخد بصله. انا دايما ليا مدرسه كده يعني بمشي فيها، ما بحبش البصل الني في الاكل يستوي معاه. الاكل حتى لما بتبرد بيبقى فيها ريحه البصل. انا من الناس اللي بيحب ياكل البصل بكميه بس ما يشمش ريحته، حتى هو بيتحمر
زي اللي انا بحمره دلوقتي كده. ايه المشكله لما احط على البصل ده وبيتحمر احط شويه بهارات حلوين من الفلفل؟ حلو الكلام. ما نحطش طبعا زعتر، البصله ما بتاخدش زعتر، خلي بالك. فلفل اسود كده اهو، شويه كمون صغيرين، الفول كده كده بيحب الكمون، انتوا عارفين طبعا عشان يطرد الغازات ويعالج مشاكل الكولون اهو كده. تقوم البصله ريحتها ايه؟ تضيع، ما نشمهاش بعد كده. معانا مين يا ست الكل؟ اهو حلو، نقلب دول كده مع بعض اهو زي الفل. حلو اهو، بس ادي البصله اهيت خلاص جاهزه بتنادي للفول. ننزل بالفول اتغسل من بالليل ونعناه وزي الفل، وبنصفيه من الميه بتاعته. ده الفول دي بس. انا طبعا عشان البصله دي تستوي في التايم بتاعنا وناخد اللي احنا عايزينه من الفول ده صعب طبعا، عشان نبقوا فاهمين القصه. احنا بنعمل كده اكزامبل يعني مثال، ولكن معانا البصاره الفول مطحون وجاهز اهو. ادي الفول جاهز اهو، شوحته على النار مع شويه الزيت. وعايز اقول حاجه حلوه دلوقتي وانا على الهواء للامانه، يعني احنا من بعض بنهزر، احنا بنطبخ من الاول في الاول وفي الاخر. اللي عنده طريقه لعمل البصاره على طريقه امي يقول، وانا هنسمعه دلوقتي، وانا هسمعه باذن صغيره، لان انا قلت في البدايه بعمل اكلات من لما بعملها بعملها وانا مرعوب، يعني وانا حاطط في الاعتبار مهما اوصل من الخبره الطهويه مش هعملها زي اكله امي، ده الطبيعي. ولا طعم اكله امي، ولا بصمه اكله امي، ولا الريحه والنفس بتاع امي، ده الطبيعي. كل امهاتنا طبعا اللي بيسمعونا دلوقتي، ربنا يديهم الصحه والعافيه يا رب، الصغيرين والكبار والكبار والصغيرين، واللي توفاهم الله ربنا يرحمهم. البصله مع الفول كده اهو. بنجتهد يعني، حلو الكلام اهو، زي الفل يا عم الشيف. تمام. عنده ميه بتغلي على النار، بناخد الميه المغليه دي يا عم الشيف عشان نكسب وقت، ونحطها على الفول يا عم الشيف، والفول يستوي. يلا من الصعيد من الريف المصري حبايبنا اللي بيتابعونا واللي مركزين معانا، اللي عنده طريقه لعمل البصاره يتصل دلوقتي معاه من الوقت، يقدر يقول لنا بيعملها ازاي. الفول يستوي. ما حطيتش خضره ليه يا عم الشيف؟ هو ده الكلام بقى. انا هعملها بالملوخيه الناشفه. الملوخيه الناشفه دي تتجاب تتفرك كويس، وبعد ما تتفرك بتتحط في الاخر لحظه بعد الفول ده ما يتصفى ويبقى ناعم معانا. تعالوا مع بعض. التورته طبعا بنعمل قالب جاتوه او الكيكه الاسفنجيه، بنعملها بياض بيض مفصول مع صفار البيض بيتفصل لوحده، بنضرب بياض البيض كويس حتى يكون ماده هشه وزي الفل، وبعد كده بياخد الفانيليا، وبعد كده بناخد الصفار بنحط عليه ربع كوب من الزيت، نحط عليه كوبايه دقيق ونقلبهم كويس. الكيكه الاسفنجيه بنحط لها شويه بيكنج باودر عشان تبقى هشه معانا، او بنستغنى عن البيكنج باودر مع وجود البياض البيض يكون هش. نقلب السوائل على المواد الجافه كده ونقلبها ونحطها في قالب كده مستطيل، وندخلها الفرن بسماكه 3 سم. تطلع من الفرن بنسيبها لما تبرد، وبتشيل الطبق اللي فوق ونقطعها سبونشات كده ونعمل التورتيه بتاعتنا، ودي بتحتاج لوقت شويه وهنعملها لحضراتكم ان شاء الله. انا هستاذن حضراتكم واطلع فاصل عشان الفول بيستوي، وهنرجع من الفاصل نشوف نعمل الكونسوميه ازاي. هي معموله جاهزه معايا على فكره، وده مهم جدا. وهستاذن مخرجنا الجميل بس قبل ما اطلع الفاصل عشان الشباب اللي بيتابعوني دلوقتي يشوف الكونسوميه دي بعد ما بتتصفى زي الفل. الشوربه دي رايقه وفايقه اهيت. نوصل للشكل ده كده ازاي؟ هنشوف الكلام ده طبعا مع بعض بعد الفاصل، عشان ده مهم جدا. ازاي نعمل شوربه زي دي مشهوره في المطبخ الفرنسي، وهي اساس الشوربه. تقدر تعمليها بقى مع جزر، تعمليها مع كوسه، تعمليها مع كرات، زي ما انت حابه. هنطلع فاصل صغير ونرجع لاسرار المطبخ مع بعض بطريقه سهله وبسيطه تقدري تعملي اللي نفسك فيه بدون ما تفكري او تروحوا بعيد. تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك ابو الشيف. تعالوا نشرح الكونسوميه دي بتتعمل ازاي. من الشرب المشهوره في المطبخ الفرنسي، ودي اساس من اساسات الشرب، نقدر نعملها بالطعم اللي احنا حابينه، وده بالاخر خلاصه البوكيه جارنيه، واخد اللحم البقري وبياض البيض. طب بياض بيض ليه ولحم بقري ليه؟ ده الكلام ده هنشوفه مع بعض دلوقتي عملي. حلو الكلام. اهم حاجه يكون عندك ميه ساقعه، والميه الساقعه موجوده عندنا اهو في البدايه. ما شفت الشوربه بتتعمل بميه ساقعه؟ هنشوف الكلام ده دلوقتي، وده سر النجاح للشوربه موجوده معانا. مقاديرها على الشاشه: كوسه، جزر، كرفس، كرات، لحم بقري، لحم ضاني زي ما انت عايزه مفيش مشكله. عايزه تعمليها بالفراخ اعمليها، عايزه تعمليها بالعظم مفيش مشكله. دي كده كده بتتعمل بالدبرساج وبتتعمل بالبيون اللي موجود في المطبخ، حتى قشر البصل بيخش جواها.
وقشر البيض كمان بيخش جواه. معانا كزبره خضراء ومعانا كرفس، دي المقادير بتاعتنا بسيطه وسهله. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه عندي كده الكبه، بنبدا نحط الكوسه بتقطع كده زي الفل. معانا مين؟ ام مليكه. يا ام مليكه ازاي؟ خضار يا شيف دي وازاي؟ ما دي شوربه خضار وتقولوا لا لا لا، الموضوع هنا شيق وانا عايز حضراتكم تتعلموه كده. يعني دايما الشوربه دي جهزيها وحطها في الثلاجه بقى، عايز تعملي اي نوع شوربه طلعي منها واستخدمها على طول. تمام زي الفل. لازم انا عايز افرم ده كله عشان احط عليهم لحمه. ليه يا عم الشيف؟ انا دلوقتي كل الخضار اللي اتفرم ده كده بحط عليه اللحمه، دي لحمه اهيت، باخد جزء منها كده وافرم اللحمه دي مع الخضار وانزل ببياض البيض على الخضار. ايه الشوربه اللي داخلها بياض بيض دي؟ احنا مع بعض مش هنحط بهارات خالص، كل ده بينضرب في الكبه. تسلم ايدك. نعمين بس دي واحدة بس عشان اشغل الخلاط وناخد ابو مينا وابو مينا اهو كده. ده مهم جدا عشان كده انا بعملها، علشان دي لها تركاية كده حضراتكم هتعرفوها دلوقتي حالا. وجود بياض البيض مع اللحم البقري المفروم مع الخضار المفروم كله ده هيبقى عجينة. هناخد العجينة دي يا عم الشيف ونشوف هتروح على فين بعد كده. نجيبها لتحت فوق كده عشان بس طحنا كده. تمام كده الخلطه جاهزه او الخليط اللي انا ضربته في الخلاط ده. اسف لصوت الخلاط، اسف للازعاج. ميه ساقعه حنفيه او من الثلاجه ايا كان، ميه وتحت منها نار البوتاجاز عندنا هنا 9 درجات. لو عندك كهرباء يعني بتخليه على درجتين، لو عندك الشعله الشعله بتعملي عليها فنجان قهوه. حلو الكلام. وبناخد الخليط ده كده. طيب الكونسوميه انا ضربتها في الخلاط، بعد ما ضربتها في الخلاط لازم تاخد بياض البيض واللحمه كله يبقى مزيج واحد وكتله متماسكه. بنحطه في ميه ساقعه وزي ما قلت لحضراتكم بنعمل تحتها شعله ضئيله جدا بسيطه جدا ونسيبها. التايم بتاعنا حسب حجم الحله، يعني دي تقعد لها على النار من 2 لـ3 ساعات. في الاخر هتبقى معانا ده بعد ما نصفيها بالشكل ده كده. هنجيب ده وده بعد اذن فريق العمل فرسان. طيب بعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركية الحلوة. احنا اتفقنا مع بعض احنا بندرس مطبخ، انا كنت ممكن عملت الشوربة دي واختصرت الموضوع،
بس كتير بيسألوا عنها، ودي من أساسيات المطبخ الفرنسي. دي موجودة عندك في التلاجة جاهزة، هتقدري تعملي 50 نوع شوربة، تقدري تدخلها في أكلات كتير قوي على فكرة، وممكن تدخلها في عصاير رجيم دايت زي ما أنت حابة. الشوربة معانا بعد ما بتتعمل بالشكل ده كده بتتحط على النار بتدينا اللون ده. انا هستاذن بس فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين حبايبي، نجيب اللون الشوربه ده الرايقه دي كده نشوفها مع بعض. ارفعها بعد اذن الساده المشاهدين، اهو اهي الشوربه اهي، هي كده لسه برضو هتتصفى، لازم ما يبانش فيها لا توابل، يبان بس فيها صفاء وشفافيه الشوربه، واخده البوكيه جارنيه. الصفار جاي من لون الجزر، الخضار جاي من الكرفس، الطعم والفليفر جاي من اللحمه، بياض البيض بيتماسك، فالشوربه دي غنيه بالبروتين وغنيه بكل انواع الخضار اللي احنا شايفينها. طب اصفيها ازاي؟ مصفه زي دي كده بنحط فيها منديل مطبخ او شاشه بيضة زي اللي انا هعمله دلوقتي. اه مفيش اروق من كده، فايقه ورايقه. ايه دي الشوربه؟ انا عايز اعملها بالبصل احط فيها بصل، عايز اعملها بالجزر احط جزر، عايز اعملها بالشعريه احط شعريه، وهكذا. انا هعملها النهارده باللحمه، هنشوف تعملها مع بعض ازاي. شويه ملح عليها، شوربه. ممكن تعمليها بالفراخ على فكره، ممكن تعمليها بالسمك، تستخدميها في شوربه السمك تبقى لطيفه وحلوه وتسهل عليك حاجات كتير. انا تبلت حته اللحمه زي ما انا شغال كده، احط فص ثوم وافرك حته اللحمه مع البهارات دي كده اهو. شوربه لطيفه وحلوة وصحيه على فكره، ما فيهاش دهون ما فيهاش سمنه. اه حته اللحمه تقدري تجيبيها دسمه قليله بالشكل ده كده اهو، فركت حته اللحمه واخد حته اللحمه كده اعملها بالشكل ده كده واحطها في الشوربه وهي بتغلي. اه لطيف، شوربه صحيه بقى لكبار السن، حماتك عندك بتزورك، ماما تفاجئيها بالشوربه الحلوه دي كده اهي، مش محتاجه اهي. وانا شغال كده اهو اقطع اللحمه صغيره كده واحطها في قلب الشوربه وهي بتغلي. اه تقوم اللحمة تبان كده في قلب الشوربة صغيرة كده قد حباية البسلة أو حباية البندق أو حباية الحمص بشكل لطيف وحلو. ممكن تقطعي جزر كاريهات تحطيه، ممكن تقطعي شعرية تحطيها، لسان عصفور تحطيه زي ما أنت حابة. أه طب نحمر الشعرية؟ شوف حمريها عادي. أهم حاجة اللي أنا وصلت له دلوقتي من شوربة الكونسومية المشهورة جدا، ودي من أساسيات المطبخ الفرنسي زي المطبخ الطلياني كده. عندك الصلصة الذهبية والصلصة الفضية. ايه الصلصه الذهبيه يا عم الشيف؟ اللي هي الصوص الاحمر اللي هو صوص الطماطم، يتعتى على النار وياخد الزعتر وياخد الروزماري ويتظبط، يستخدم في كل المطبخ الطلياني. الصلصه الفضيه اللي هو الوايت صوص اللي هو البشاميل. كفايه لحمه، كفايه لحمه. نخش على البصاره بقى نقفلها، ملوخيه ناشفه معانا هنحطها دلوقتي تاخد غلوه، ونقدمها لحضراتكم في اطباق معانا زيت بيسخن على النار. ادي اللحمه اهي، كفايه كده يا عم الشيف زي الفل. هنشوف اللحمه دلوقتي، اول ما تعرف ان هي استوت هتلاقي اللحمه ظهرت على الوش. اساتذه المصورين حبايبي اهي، اول ما اللحمه تطلع على الوش اعرف ان هي استوت، هتسيبها تطلع براحتها. عندنا زيت على النار بيسخن، هننزل بالثوم عليه. الله، اه الثوم ده اساسي اساسي للبصاره. اه الثوم اهي، الله الله على ريحه الثوم. طب انا دلوقتي شام ريحه ثوم داخل في عينيا وداخل في الملابس بتاعتي، اه وعلى فكره هيبقى الصالون. لا نعمل ايه؟ نلحق نفسنا بقى، نلحق نفسنا نعمل ايه يا شفيق؟ قول لي بسرعه، قول لي ولا تخبيش يا زين، نعمل ايه؟ معانا نعناع يابس، نعناع ناشف، ده يتحط طبعا على فين النعناع؟ اهو الحمد لله ينزل على التومه. وجود النعناع اليابس او نعناع اخضر على التومه بالتاكيد بيمنع ريحه التوم، وكمان اهو وبيغير من طعمه شويه. اه حلو قوي. وانا كمان اجود واحط سنه بابريكا صغيره، ابهر التومه دي لان احطها على وش البصاره. اه واحط سنه كمون، اجود بقى. طب الحاجه الله يرحمها كانت بتعمل كده؟ طبعا لا، هي التومه بس تتحمر كده، بس كان في حاجات تانية بدايل، البركه وايديها واصابع ايديها والنفس والحب ده، يعني نقول موجود موجود الحمد لله. بس يعني لما بيعملها شيف بيبقى يعني بيشتغل عشان بياخد فلوس ويعجب الساده المشاهدين، وحضراتكم عارفين. هنسيب التومه كده زي الفل تمام، وتعالوا نغرف البصاره بتاعتنا. الشوربه اخبارها ايه؟ نبص عليها، استوت ما خدتش وقت اهي. اللحمه فين اهي؟ اهي بالراحه كده بقى، نشيل الرغوه اللي على الوش دي كده اهو. شوربه انا بسميها الشوربه الفايقه الرايقه الشفافيه اهو.
ممكن نحط كرفس، ممكن نحط كرفس زي ما احنا حابين. ده كرفس عندنا زي الفل. طب ما كنا يا شيف حضرتك سلقنا لحمه وخدنا الشرب عادي بهي. ده انا قلت لحضرتك احنا نعملها كل يوم، بس ده المسمى بتاعها عشان احنا بنتسال عليها. الشوربه دي جاهزه والتومه بتاعتي جاهزه زي الفل. اصفيها بسرعه قبل ما تتحرق مني، والتومه لو اتحرقت باظت كل الاكله خلي بالك. اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، السر في التومه دي. الله عينيا زي الفل. هعمل بقى حركه دلوقتي هتعجبكم بقى على فكره، هتأيدوني فيها يعني. التومه دي اخدها زي ما هي كده، اخليها على جنب عشان هزين بقى الاطباق البصاره، لان مطلوب مني 10 اطباق واجل البصاره اللي احنا فرمناها، والفول اللي جاهز عندنا ده كده نبص عليه. اللهم صل على النبي. خد الملوخيه الناشفه، الملوخيه الناشفه بندوبها في شويه ميه او بتنزل بيها على الفول بالشكل ده كده اهو، سهله خالص. اهم حاجه المرحله بتاعت الفول لما احنا حطيناه على النار مع البصله وسبناه يغلي اهو، بصره جاهزه. ايه التركيه يا عم الشيف؟ مكان الطاسه مكان التحمير باخد معلقتين بصره كده واحطهم هنا كده اهو، الجو ده كده زي طشه الملوخيه اهو. ده بقى ايه؟ دلع اهو، مع معلقه زيت صغيره من تحمير الثوم. الله الله عليك. ونقلب ده يا عم الشيف ويرجع تاني للحله. هو ده، وده يتقلب مع بعض كله. عايزك تعمل الشغل ده في البيت. ونقلب كده، خلصت البصاره. ونغرف بقى يا عم الشيف، نجيب الاطباق بتاعه الجيران والحبايب اللهم صل على النبي. نجيب هنا كده طبق 2 3 4 زي ما احنا حابين. اللهم صل على النبي. فروت سلطه نخليه كده على جنب عشان هنعمله ان شاء الله، ربنا هيقدرنا ونعمله. نعم عينيا يا فندم. ناخد البصاره دي نغرفها بقى شويه دول. الطبق ده بتاعنا بقى. يا ويلي يا ويلي يا انزل بالعيش يا شيف البلدي واغرق. التومه اللي متحمره عندنا، نجيب معلقه كده ونوزع التومه دي كده. الله على التومه، هي ده الفرق. الف هنا وشيف مصفيها من الزيت، بس هنحتاج للزيت خلي بالكم. هنغرف الشوربه دلوقتي، الشوربه اللي تعبنا عليها دي وشغلنا فيها الكبده. هو عنوان البصاره التومه اللي متحمره. انا كنت زمان ما اشوفش التومه دي بقى ازعل، التومه دي لازم، كنت انقي التومه كده من على وش البصاره. معلقه زيت من الحلو ده كده وزي الطبق ده كده. هو ده يا عم الشيف، هو ده. نرجع بقى للزمن الجميل. اللهم صل على النبي. حاضر طبعا من ده عينيا، والعيش البلدي معانا والله. الشوربه اللي عملناها، العيش البلدي اهو بتاع البصره، تقدم هنا كده مكان الخضار ده كده. ايه قصه البسطرمه؟ هنقولها حالا دلوقتي لحضراتكم، ولكن خلونا نغرف الشوربه الاول، الشوربه الحلوه اللي تعبنا فيها اهي. اي نعم الشغل كتير النهارده، في تفاصيل كتير، في معلومه غير معلومه، واحنا اتفقنا مع بعض من زمان ان احنا بنشتغل مع بعض، اللي بنقدر نعمله نعمله، بس نوصل للهدف ان احنا نستفيد بكل ثانيه وكل دقيقه قاعدين قدام شاشه التلفزيون المصري القناه الاولى. حلو الكلام. البصاره تركايه بتاعتها، الفول يتناع ويتحمر التحميره مع البصله والتومه، وفي الاخر ننزل عليه بالميه يستوي، نهرسه في مصفى في كبه، وفي الاخر بننزل بالملوخيه الناشفه او الخضره بتاعتها. الشوربه اللي انا عملتها النهارده حتى شفت سبحان الله الكرفس نزل تحت وبان الروقان. جيبها لي يا شفيق الله يبارك لك، انا بحبك مش احنا اصحاب. جيب لي شوربه الكونسوميه الشفافه الرايقه الفايقه، ومعانا فروت سلطات بالشوفان
طبعا هنعمله لحضراتكم ان شاء الله بكره، لان الحلو ده كمان انا عايز ابدع فيه كده، لان عندنا فواكه كتيره دلوقتي ربنا انعم علينا بفواكه كتيره عند الفكهاني. ازاي نستخدم الشوفان، نستخدم حبوب الصويا، نستخدم البقوليات بتاعتنا في عمل الفروت سلطات. وطبعا ما تنسوش العيش البلدي، فكره البسطرمه بتجيبيها تحمريها وتحطيها على وش البسطرمه حسب الرغبه. انا مش عايز احطها عشان ما حدش يزعل مني، لانه زمان امهاتنا ما كانوش بيستخدموا البسطرمه، ولكن عايز تجودي تجيب البسطرمه دي تقطعيها وتحمريها وتحطيها على وش البسطرمه مع التومه. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.